الخير بحيي رامي على القطع الفن الجميلة اللي بتعمل لنا بهجة دايما، وبحييكم وان شاء الله الثورة هتنتصر. الثورة المصرية للأسف دخلت في اتجاه غلط من البداية كما نعلم جميعا. هناك كتالوج بيتنفس ويتنفس في بلاد تانية لإجهاض الثورة. هذا الكتالوج بدأ في تقديري من أول الاستفتاء. المجلس العسكري عمل لنفسه حزب سياسي، الإخوان والسلفيين هم الحزب السياسي للمجلس العسكري الآن، بيحاول يعمل شرعية تانية غير شرعية الثورة عن طريق الانتخابات. بيضغط للأسف، يعني المجلس العسكري هو نظام مبارك لا يمكن إنكار ذلك، نظام مبارك بيضغط على المواطن المصري عن طريق أزمات مجتمع مستمرة لمدة 11 شهر، مش بس عشان يعاقبوا على مطالبته بالحرية، ولكن عشان يكره الثورة، علشان الناس كلها تحس ان الثورة هي سبب هذه المشكلات. الثورة المصرية ليست مسؤولة عن المشكلات المعيشية اللي حصلت خلال 11 شهر لسبب بسيط، وهي ان الثورة المصرية لم تحكم يوما واحدا، وبالتالي هي ليست مسؤولة. المسؤول هو المجلس العسكري وحده فقط. شفنا الانفلات الامني كيف اختفى بزرار سحري، لانه المجلس العسكري كان عايز يعمل انتخابات بدون بلطجية. اللي حصل من اول الاستفتاء هو ليس عشوائيا، وهو وانصحكم اصدقائي بمراجعه التجربة الرومانية بالتحديد، لانه تجربة الثورة الرومانية هي بالضبط، يعني هناك من ينقل التجربة الرومانية بحذافيرها، الضغط على المواطنين اصطناع، لدرجة ان نفس الالفاظ بتستعمل، يعني فكرة لفظ المواطنين الشرفاء، المواطنين الشرفاء هم المواطنين اللي بيعتادوا على الثوار، المواطنين الشرفاء هم المواطنين اللي عندهم استعداد انهم يعيشوا في خنوع ويعيشوا تحت اي نظام، بس يعيشوا من غير اي نوع من الضغوط. نفس الالفاظ اللي كانت بتستعمل في رومانيا في لاجهاض الثوره الرومانيه هي نفس الالفاظ ونفس التكتيك. الفارق الوحيد وهو فارق مهم جدا، هو ان الثوره الرومانيه بعد الضغط على المواطن الروماني سنوات لشهور طويله بازمات مصطنعه وانفلات امني زي هنا بالظبط، كان التكتيك في الثورة الرومانية انه ضربة ساحقة محقة للثوريين تجعلهم تجز على الثورة تماما. حصل فعلا في الثورة الرومانية كده، انه مجموعة الثوار حسوا ان الثورة بتتسرق فعملوا مظاهرة، فحصل نداء في التلفزيون انه دول برضو، نرجع للنداءات اللي في التلفزيون ان يوم 25 يناير هيبقى فيه مؤامرة دولية متعددة الاطراف عبر القارات الى اخر هذا الكلام. وتم تسليح عمال مناجم في رومانيا وضربوا الثوار وكانت مسبحة، وانتهت بذلك الثورة. ومساعد شاوشيسكو اللي هو مساعد الدكتاتور حكم رومانيا 10 سنين. الفرق الجوهري اللي أفشل مخطط إجهاض الثورة المصرية هو صمود الثوار المصريين في ثلاث مذابح متعاقبة، في ماسبيرو محمد محمود مجلس الوزراء. وبالتالي السيناريو مجهزي، السيناريو ما اكتملش. كان المطلوب هو قمع الثوار بطريقة تعيدهم تاني للحالة النفسية والذهنية إلى عصر حسني مبارك. قبل كده كنت بتخاف، كانت الناس بتخاف تنزل تتظاهر علشان امن الدولة هيقبض عليك ويضربك او يعذبك يوم او يومين. لا، ادوات القمع المجلس العسكري تضاعفت، بقت مش بس امن الدولة، لا ده انا همسكك وهوديك القضاء العسكري، وممكن نزولك ده يكلفك 3 أو 5 سنين في السجن. ورغم كده الناس ما خفتش. طيب ده انا ممكن اضربك بالرصاص، الناس بقى الشهيد يقع يجي 10 مطرحه، انا ممكن اصوب على عينيك اضيع عينيك. ارجوكم حي صديقي الدكتور احمد حراره.
رغم كده الناس بتيجي برضو. انا بضربك بغزات، بموتك بغزات برضو، برضو كل حاجة الناس بتزداد قوة. هو ده الحقيقة اللي هو ده اللي اجهز او اللي افشل مخطط اجهاض الثورة المصرية. وبالتالي وانا جاي لك في الكلام، وبالتالي هنا لابد ان احنا نشرح حاجة، انه الموضوع ما كانش محمد محمود ولا كان موضوع مجلس الوزراء، ولا لانه مش ممكن اطلاقا ان الناس تموت علشان تسيطر على شارع. لا، الموضوع انه الذين كانوا يقاتلون في هذه المذابح من الثوار المصريين كانوا يشعرون انهم يشكلون الخط الاخير للدفاع عن الثورة المصرية، وانهم لو انكسروا ستنكسر الثورة. ومن هنا جاءت كل هذه البطولات، هذه البطولات لشعور وطني ثوري بانه لو انكسرت الثورة ستنكسر. الموضوع ابعد من انه محمد محمود ونحط حاجز ونحط طبعا الموضوع فشل والثورة موجودة والثورة مستمرة. هو بيعمل للأسف نوع من التعمية او الضغط على قطاعات من المجتمع المصري علشان تكره الثورة. لابد من الاعتراف ان في قطاعات من المجتمع المصري بقت رؤيتها ليست مع الثورة، وطبعا هؤلاء في واقع الامر ممكن يعني ليهم انواع كتيرة. ناس كانت متوائمة مع الفساد بتاع مبارك، متطرفين دينيين بيكرهوا اي حد مختلف عنهم، انما في برضو ناس ابرياء ما عندوش معلومات وعنده احساس انه اللي موجودين في التحرير دول بلطجية. وطبعا هو بيدخل زي ما احنا عارفين كلنا، بيدخل ناس مسجلين ومعاه كاميرات يصورهم علشان يزيحهم فيما يسمى بالمؤتمرات الصحفية بتاعته. المطلوب الان حاجتين، المطلوب الان هو التمسك بروح الثورة، وان الثورة لا تقبل حلول وسط اطلاقا، والا تنتهي. اي ثورة تقبل حلول وسط تنتهي. الثورة المصرية لابد ان تحقق اهدافها، لابد من وحدة الرؤية ووحدة الصف. ده شيء مهم جدا، لان جزء من تكتيكات اجهاض الثورة هو اصطناع تقسيم الناس واصطناع نوع من الصراعات، سواء الصراعات السياسية او الفكرية، وتغذية هذه الصراعات طول الوقت. طول ما احنا عندنا القدرة ان احنا ننزل ونقدم ارواحنا وننزل ونطالب بمطالب الثورة العادلة التي لم يتحقق منها هدف واحد حتى الان، لم يتحقق غير محاكمة حسن مبارك، وبنحطها بين قوسين لان محاكمة حسن مبارك كما يعني المحاكمة في واقع الامر حواليها شكوك كثيرة جدا جدا. وبعدين حسن مبارك كما قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، حسن مبارك موجود وحبيب العدلي بيضرب لهم سلام وعلاء مبارك، والمصابين بيتم تقييدهم في السرير، المصابين بيتم تقييدهم في السرير. النظام مبارك موجود، نظام مبارك لم يسقط، نظام مبارك بيخوض معركته الأخيرة ضد هذه الثورة. الثورة المصرية ستنتصر عليهم بوحدة الصف. يوم 25 يناير هو يوم فاصل في تاريخ هذه الثورة. كل أجهزة نظام مبارك الآن من إعلام وشائعات وقمع والتعاون مع بعض المنتسبين زورا للتيار الإسلامي، وهم منتسبين لأجهزة أمن الدولة زي اللي حملوا الاعتداء عليا أو وهيعملوا كده تاني وتاني. كل ده المقصود بيه يوم 25 صوت الثورة ما يتسمعش. كل من شارك في هذه الثورة، كل من أحب هذه الثورة، كل من دفع ثمنا باهظا دم أجل هذه الثورة، كل من حمل شهيدا على يده لا يمكن إطلاقا إلا أنه ينزل يوم 25 يناير. يوم 25 يناير هننزل بالملايين ونقول الثورة مستمرة، ونقول أنه لن يستطيع أحد أن يسرق هذه الثورة. مجلس الشعب القادم مع احترامنا ومع تحفظاتي على الانتخابات هو هيئة منتخبة، ننتظر منها ما يجب أن تفعله، ولكن ستظل الشرعية الوحيدة في مصر هي شرعية الثورة المصرية. يوم 25 اسمه الراجعين.